بلدنا التاني. الشعب المصري دائما ما هو شقيق للشعب طبعا الفلسطيني، طبعا واحنا طبعا حكومه مصر طبعا دائما ما هي طبعا حاضنه طبعا للقضيه طبعا الفلسطينيه، اللي احنا بنتشكر طبعا يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوفه في جانبنا بعد التصعيد الاخير، والدعم اللي قدمه لنا، الدعم الصخب صراحه اللي احنا يعني بنتشكره باسم الشعب الفلسطيني كله، يعني سياده الرئيس والشعب المصري دائما ما هو واقف بجانب شعبنا الفلسطيني في كل مرة، في كل المرات اللي احنا بنكون فيها في حالة مش تمام او بنتعرض لأي عدوان. لا احنا ما فيش كلمات يعني بصراحة كابتن مهيب، هذا الامر يعني لا مجاملة ولا الامر هذا طبعا يعني، عشان انا في الاعلام هذا الحكي احنا بنحكي، واقل طفل واصغر طفل عندنا في فلسطين والشيخ عندنا في فلسطين بحب مصر، بحب شعب مصر، وقد ايه احنا عارفين الشعب المصري بيحبنا ازاي وبيقدرنا ازاي، واحنا بنبادلهم نفس الحب ونفس الاحترام. ودائما دائما يعني احنا يعني انا من الناس اللي تابعت منتخب مصر، انا شخصي تابعت منتخب مصر، وبصراحة منتخب مصر انا لما كان بيفوز يعني كنا احنا بنطلع مظاهرات، وانا واحد من الناس كنت اطلع مظاهرات فرحا واحتفالا بمنتخب مصر اللي هو منتخب مصر مش منتخب فلسطين. فالامر يعني الامر ما في اي فرق ما بين مصر وما بين فلسطين، ودائما نتجمع دائما على 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 يا الاخوه، رب ودائما نتجمع على يا الحب رب. اكيد اكيد والاحترام. اكيد، وبالتوفيق ليك يا محمود، واحد من المهاجمين الكبار، وان شاء الله بنتظرك طبعا التألق في مباراتي الرجاء القادمين ان شاء الله باذن الله.